تتجه الانظار اليوم الى الملعب سانتياغو برنابي بمدريد للاستضافه مباراه قويه وهم بين فريق ريال مدريد الاسباني وفريق البايرن ميونخ الالماني في اياب نصف نهائي إيه دوري ابطال اوروبا الكل إيه يريد مشاهده المباراه إيه اذا ما عليك فضل تضبيط الزر بالقناه وتابع معنا هذا الفيديو حتى النهايه سوف تلعب المباراه في جميع الساعه 8 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس والساعه 7 مساء بتوقيت غرينيتش وسيفو تاع ديال المباراه عبر قناه بين سبورت وعيد واثنين تجد البث في صندوق الوصف عند بدايه المباراه نتمنى لكم فرجه ممتعه لا تنسوا لايك والاشتراك بالقناه وشاركونا توقعاتكم للمباراه من, من, من سوف يفوز الفريق ريال مدريد المستوى مرت اليوم او فريق البايرن ميونخ الضيف الثقل اليوم ونذكركم ان مباراه الذهب انتهت بالتعادل 2 2